السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نديروا الكور ديال لي زوبيراسيون كورونت اللي هي الكور اللي كيسميو لا فاكتور. الوغ لا فاكتور فيه اولا غادي نشوفوا الفاكتور دو بجميع لي سيتواسيون، ولكن غادي نمشيو بواحد الطريقه اللي هي تدريجيه حتى غنوصلوا لا فاكتور افوار. لا فاكتور افوار غادي نشوفوا حتى هي في جميع الحالات اللي نقدروا نطيحوا فيهم في التمارين. Alors, nous allons voir la facturation. La facturation, il y a une charika qui a dit la facture qui a dit la facture. Alors, il y a une charika qui a dit la facture qui a dit la charika 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 qui a كنشريهم اون لي ترانسفورم ومديك لا ترانسفورماسيون كنخرجو ان برودوي فيني. الوغ داك المنتوج كنسميوه برودوي فيني وكنبيعوه. هذاك هاد المنتوج هاد الشركه هادي كنسميوها شركه صناعيه. اذا هاد الامور ديال انك تشري وتبيع مي كيتقيدوا في الكونتابيليتي كيدوزو اولا كيتكتبوا في واحد الورقه سميتها فاكتور وكيتخبعوا وكيتخليوهم كنخليوهم في لي زارشيف كوم دي بيس جوستيفيكاتيف تما كدليل ميتو كدليل كنخليهم في الارشيف لواحد المده لا تقل عن 10 سنوات. الوغ لي فاكتور لا فاكتور دو لونجيسترومون كونطابل دي اوبيراسيون او كونتون سو سون ريدكسيون سون ريدكسيون ني ماجوراسيون. الوغ دابا هادي فاكتور ما فيها حتى شي ما فيها حتى شي حاجه زعما اللي هي خارجه، يعني ماشي كريدي، ما فيهاش ريدكسيون، فيها اون اوبيراسيون عاديه. قبل ما ندخلوا لهادي غادي نذكروا لي برينسيپ دو باز. الوغ لي برينسيپ دو باز فاش كتكون عندنا اون اوبيراسيون، ركزوا معايا في هادي مزيان. فاش كتكون عندنا اون اوبيراسيون كنقولوا مثلا عندنا اشا دو مارشانديز. الوغ كنبداو بالسؤال الاول، منين جاو الفلوس؟ هذا هو السؤال الاول، منين جاو الفلوس؟ السؤال الثاني، فين مشاو الفلوس؟ ديما هاد جوج الاسئله اللي كيحدوا لينا شكون لا بارتي اللي غتكون ديبيتور، شكون لا بارتي اللي غتكون كريديتور. داكوغ، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كما سبق لينا حددنا في البيلون، عندنا البيلون عندنا سي بي سي. البيلون عندنا 1 2 3 4 5 سي بي سي او بيان الكونت لي كونت دو جيستيون عندنا 6 و 7. الوغ 6 كيطلع من الديبي وكيهبط من الكريدي، 7 كيطلع من الكريدي وكيهبط من الديبي. في البيلون 1 الكلاس 1 الكلاس 4 1 و 4 كتطلع من الكريدي وكتهبط من الديبي. 2 3 و 5 كيطلعوا من الديبي وكيهبطوا من الكريدي. الوغ يفو جامي اوبليي، ما خصناش ننساو هاد المساله هادي، لان ديما غادي نستعملوها في لا كونطابيليتي باش نفكروا بواحد النوع من التحليل، من واحد النوع ديال التحليل، نفكروا اش من حساب غادي يطلع واش من حساب غادي يهبط. واخا دابا ندوزو حنا هاد المثال. مثال عندنا فيه لو 12/3/2006 انتربريز فرح ليفغ لا مارشانديز اي لا فا اي لا فاكتور نيميرو اي لا فاكتور نيميرو 301 ا سون كليون زابري سو ديرنيي فيرس لو مونطون دو 1600 ديرام اون اسبيس. اتابلير لا فاكتور ادريسي انرجستر سيت فاكتور شي لو كليون اي لو فورنيسور. مي كيكتبو لك انرجستر لا فاكتور شي لو كليون شي لو فورنيسور، غير معناها خصنا نحطوهم جوج، خصنا نقولوا شنو وقع بالنسبه للكليون وشنو وقع بالنسبه للفورنيسور. دونك الجورنال ديالو الجورنال ديال الفورنيسور. غير هنا غنهضروا على لي كونت شيماتيك حقاش باش نفسروا اكثر شنو واقع، باش نفسروا اكثر الموفمون شنو وقع. اذا هنا في هذا المثال غنشوفوا في شركة الكليون. اولا شركة الكليون منين جاو الفلوس؟ الفلوس جاو منين؟ جاو من شركة الكليون شرا. اذا منين جاو الفلوس؟ جاو الفلوس من لاكيس. دونك منين جاو الفلوس
نحيد الفلوس من لاكاس فين غادي يمشيو غادي يمشيو لاشا دو مارشانديز دونك الفلوس غادي تزادو في المارشانديز الوغ لا كلاس 5 كيفاش كتخدم لا كلاس 5 كتنقص من الكريدي وكتطلع من الديبي لا كلاس 6 بحال بحال كتطلع من الديبي وكتهبط من الكريدي الوغ لو كوتي موان فين لو كوتي موان اللي كاين في لا كلاس 6 هي كاينه في لا كلاس 5 يا ربي في لا كاس 5161 5161 كاينه في لو كوتي كريدي دونك كتنقص وهذوك الفلوس غادي يمشيو لما الاشر مارشانديز دونك غادي داك الحساب ديال الاشر مارشانديز غادي يطلع هذا بالنسبه هذا تفكير ديال الا كنتي كليان دابا الا كنتي انت اللي بعتي اللي بعتي انت عندك كتقول كتفكر منين جاو الفلوس الفلوس جاو من البيع ديال البيع ديال ديال المارشانديز البيع ديال السلعه اذا البيع ديال السلعه تباعت اذا فين مشات مشات لاكيس اذا بما انها مشات لاكيس دونك لاكيس غادي تكون عندها سين بلس غادي تطلع ولا فون دو مارشانديز غادي تطلع علاش باسكو الحساب سميتو بحال مثلا الى جينا نترجمو بالدارجه السلعه اللي تباعت لان اذا الحساب ديال السلعه تباعت خاصو يطلع اذا وفي لا كلاس 7 كتطلع من لو كونتي كريدي اذا تما عندنا ان بلس وعندنا ان موان في لو كوتي ديال لا كاس دونك لا كاس عندنا 1600 يا بي بلس 1600 درهم اللي طلعت في لا كاس دونك في لو كوتي ديبي وحتى لو كو حتى لو فون دو مارشانديز طلعت ب 1600 جو مو ديكونسونتر غير واحد شي شويه واحد جوج ثواني كان ديكونسونتر كنفكر في شي حاجه اخرى كنغلط هادشي علاش لا كونسونطراسيون مهمه بزاف في هادشي وهادشي علاش خاص الواحد يفهم ويخدم التمارين بزاف ويكون عنده بوكو دو براتيك يخدم بزاف التمارين حقاش لا كونسونطراسيون بعض المرات تقدر يتفلت ليه شي حاجه الا كان حافظ ما غاديش يلقى فين المشكل ولكن الا كان فاهم غادي يلقى فين كاين المشكل وغادي يصحو غير هو خاصو يكون خاصو يكون تدريب على هذه المساله هذه باش يكون التركيز كاين موجود الى لا كونسير لي زوبيراسيون داشا فوند ا كريدي في هذه الحاله دابا غادي نقولوا غادي نهضروا على ان اكزومبل مثال ديال البيع او الشراء بالكريدي دونك لي ساجي دي زوبيراسيون داشا فوند دون لي ريغلومون اي افيكتوي ابري ليكولمون دون دوري دوني واخا le 16/3/2006 l'entreprise Vara a vendu à crédit déjà une marchandise pour 3000 dirhams le règlement est prévu après 3 mois et d'un baa واحد السلعه ب 3000 درهم السلعه غادي تدوز من غادي الفلوس غادي يدخلوا من مورا زعما غادي يعطونا الفلوس من مورا 3 شهور le travail à faire c'est établir la facture adressée au client d'une part, d'autre part, c'est enregistrer l'opération chez le client et chez le fournisseur. Donc la facture, c'est l'entreprise Farah doit à Sabri, facture numéro 103, date, le 16, la même date, c'est la date 16/3/2006, alors le montant c'est 3000, et l'unité à payer c'est 3000, d'accord ? Donc le même raisonnement, l'idénaire, le client un client mini jolfleus min jolfleus jolfleus min l'achat de marchandises film chez jolfleus jolfleus fa le ربي mini jolfleus jolfleus min le fournisseur c'est-à-dire j'ai min la min la dette min din film chez jolfleus mchaou min mchaou l'achat de marchandises ina chrina le marchandise dak le hisab chrina السلعه إذن الفورنيسور كيطلع من كونتي كريدي دونك طلع من كونتي كريدي بويسكو اون ا كونستاتي لا ديت استنتجنا ان كاين دين إذن طلعنا الفورني طلعنا ديك الكونت فورنيسور طلعناه ب 3000 درهم واستنتجنا اننا شرينا سلعه اللي شريناها بواحد القيمه ديال 3000 درهم إذن غادي نديروا داك الاستنتاج هذه من ناحيه الكليان Alors, le fournisseur. Pour le fournisseur, on a constaté que le client, le fournisseur,
باع الكليان ديالو باع سلعة ديال 3000 درهم. إذا منين جاو الفلوس؟ الفلوس جاو من جاو من 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 لو كليون. جاو الفلوس جاو من لو كليون ومشاو ل ومشاو جاو لا فونت مشاو لا فونت دو مارشانديز. دونك لو كليون القيمة ديال الاخر طلعت ب 3000 درهم. القيمة ديال لا فونت دو مارشانديز طلعت ب 3000 درهم. و لو كونت لا كريونس طلعت ب 3000 درهم. اذا الفلوس جاو من تما من لا فونت دو مارشانديز و مشاو لو كليون. ديجا لي دو ريزونمون تقريبا بحال بحال، باسكو حقاش مثلا الا قلنا مشاو لاكاس فريمون، راه الفلوس جاو من لا فونت دو مارشانديز ومشاو لاكاس. ولا الا قلنا لانفيرس، قلنا الفلوس راه جاو من لو كليون ومشاو لا فونت دو مارشانديز، راه سي بريسك لا ميم. ولكن la chose la plus importante même fait la chose ou un le raisonnement le plus exact, c'est que l'argent j'aume la vente de marchandises ou chao la chose mais qu'un goulot chao mechi j'aume, c'est à dire mechi n'axo ou la kin, c'est une raison qui a la raison qui est sa même d'un sebeb d'yelhum ou un vente de marchandises la hâte ou le client ça voit là. Donc on a constaté plutôt la créance, d'accord, c'est pas le fournisseur, c'est un général n'a pas voir à ce certain idem flux le flux mini j'ai le flux j'ai ou même payé cela et d'un baisse la race à la au film j'ai le film j'ai le flux j'ai le client d'accord شاو الكونت كليون. حاش الا كان هو خلصنا مثلا ب سميتو كان خلصنا مثلا بار كاس، الفلوس غادي يمشيو لاكيس، راه يكون ان فري موفمون ان فري فلو مونيتير. هنا لا داكور. دابا ندوزو لي زوبيراسيون داشا فونت افيك ريدكسيون. الوغ لي ريدكسيون عندنا لي ريدكسيون كوميرسيال. ريدكسيون كوميرسيال هما اولا لا روميز. لا روميز كتكون على كتكون تعطات على حسب لا كاليتي، كاليتي ناقصه كاليتي طالعه، المهم على حسب دي نورم، على حسب واحد المجموعه هاد الامور اللي هما كيفهموا في واحد الدومين. الغابي كيكونوا دي ريدكسيون تعطاو على حسب واحد الخطا مثلا في الانتاج، ولا تعطلوا ولا غلطوا لنفس السلعه، غلطوا مثلا كوموندينا ليهم واحد النوع وحنا صيفطنا ليهم واحد النوع اخر، اذا يقدروا يقبلوا يقدروا ما يقبلوش على حسب حتى هاد الحالات حتى هما غادي يشوفوهم. لا ريستورن لا ريستورن كتخص شيفر دافير. كيفاش كتخص شيفر دافير؟ كتخص المعاملات، كميه المعاملات اللي درنا معاهم. الا مثلا كان عندنا واحد الكليان ديما كنديروا معاه المعاملات، اذا غادي نحطوا غادي نصاوبوا معاه الثمنات مزيان، غادي نديروا ليه واحد غادي نعطيه واحد النقص واحد الخصم اللي هو كبير باش نشجعوه انه يبقى كليان ديالنا. الوغ ندوزو للريدكسيون فينونسيير. الريدكسيون فينونسيير هما الاقتطاعات ولا ماشي ريدكسيون، الخصوم كنقصوا الاخر كنقصوا من لا فاكتور une réduction accordée pour le paiement au comptant là anticipé. Alors quand on pour un le خلاص il est can espèce j'ai واحد commandé une واحد ou خلصنا espèce ou خداها il a خداها في نفس النهار في نفس لا بيريود كتسمى او كونطون. il a خداها il a ما خداش السلعه خلصنا وما خداش السلعه، بقى واحد الشهر مثلا ولا كان جوع ولا 15 يوم ولا شهر ولا سيمانه ولا المهم واحد المده محدده كنعيطوا ليها ان بايمون اونتيسيبي. دونك بحال اللي تعد لي كوموند لك شي حاجه وخلصك فيها كامله وقال لك حتى لواحد شهر وعاد جيبها ليا مثلا، هذا كنعيطوا ليه ان بايمون اونتيسيبي. دابا ندوزو لونجيسترومون كونطابل دي فاكتور كومبورتون دي ريدكسيون. الوغ هنا عندنا قواعد، عندنا ثلاثة القواعد خصنا نركزو عليهم.
برومي اول حاجه، اول قاعده، هاد القطاعات هادو ولا هاد الحوايج اللي كنقصوا، لي ريدكسيون، لي ريدكسيون كوميرسيال تجاريه، كي اي سو كالكول اون كاسكاد et toujours avant la réduction financière. Donc la réduction commerciale هي الاولى عاد كندوزو لا réduction financière. Donc القاعده الثانيه عندنا الغابي remise ou restourn في la facture droit ما كيتكونتابيليزاوش، ما كنحطوهمش في الجورنال، ما كنحطوهمش في لي كونط شيماتيك، لان كنحطو في الاخر كنحطوهم في لي فاكتور افوار. D'accord, on a un chiffre de chauffage même bête. Seul sur le net commercial et enregistré, bien pris en compte puisque quand on a neuf le journal. Oui, les comptes ça ou comptabilisé bien sûr. J'ai mis le halet pour l'acheteur. Il s'agit d'un produit financier. Ben c'est pas alors les comptes. Ben c'est pas le un an fournisseur d'un client. بعت ليه واحد السلعه وحسبت ليه واحد لي سكونت ديال 1%. هذاك لي سكونت بالنسبه ليا انا غادي كيتسمى اسكونت اكوردي. دونك بالنسبه ليا هو تحمل، تحملت واحد العبء زعما اون شارج. دونك بما انها اون شارج عليا انا، اذا غادي تكون في لو غادي تكون غادي تكون كنتحملها انا، اذا ما غاديش تكون زعما مزيانه ليا. مثلا نقدر مثلا نحاول مثلا ما نطيعش، ولكن الا شفت بانها في مصلحتي مثلا في مصلحه التعامل مع الكليون راه كنعطيها بيان سور من طبيعه الحال. ندوزو الحوايج، ندوزو مثلا ناخذو الحاله ديال الا كان ان كليون، ان كليون الا الناس عطاوني، الا الفورنيسور ديالي عطاني ان ديسكونت، دونك سي ان ديسكونت اوبتونيو، دونك سي با اون شارج، سي ان برودوي. دونك هو بحال اللي كتقول جا واحد عطاك الفلوس، سي كتاخد هذا المعنى هادي. واخا دابا ندوزو مثلا مثال اللي فيه لي سكونت. لو 18/3/2006 لونتربريز فرح ادريس ا سون كليون اون فاكتور 135 مونطون بروت 2500 رميز 5% اسكونت 1%. دونك على حسب القواعد دابا اللي خدينا، عندنا المونطون بروت اللي هو 2400، الرميز 5% والاسكونت 1%. اذا في لا فاكتور خاصنا نحطو الاول المونطون بروت ونحيدو منه 5% ديال الرميز، حقاش هذا الشيء لا رميز رميز سي اون ريدكسيون كوميرسيال، اذا تجاريه، اذا كنحطو كنحيدوها هي الاولى باش كتعطينا لو نت فينونسي نت كوميرسيال. مي كيعطيك لو نت كوميرسيال تما عاد كنحسبو ديك 1% ديال داك لو نت، داك لو نت كوميرسيال. من بعد عاد كنحسبو شحال خاصو يخلص في هاد التمرين، لكن مازال كنحوج حوايج اخرين غادي نزيدوهم من بعد. المهم ها هي لا فاكتور، لا فاكتور اونتربريز فرح دوا صبري، لا فاكتور نمبر 135 تاريخ 18/3/2006، لا مارشانديز 2400، 2400 نقصنا منها واحد الرومي ديال 5%، 5% شنو هي؟ 5% هي 2000، كيفاش لقينا ديك 120؟ 2400 مضروبة في 5% هي 120، إذا نقصنا من 120. نعطيكم واحد لاستيس كونطابل، واحد لاستيس فان ساهل، ما ماشي حاجة، لاستيس كما كنقولو دو كالكول. 1400 إلا حيد درتيها 10%، زعما قسمتيها على 10، هي غتعطيك 2240، قسمتيها على جوج هي 120. اذا دوزو لو نيت كوميرسيال، لو نيت كوميرسيال هو المارشانديز اللي عندنا نقصنا منه لو روميز. دونك من بعد ضربنا لو نيت كوميرسيال، ضربناه في لي سكونت، ضربناه في 1%، عطانا 22.8%. إلا نقصنا لو نت كوميرسيال من لي سكونت غتعطينا لو نت امبيي دو 2257 درهم فاصله جوج. دابا حدا لا فاكتور، أرا نشوفو حنا كيفاش غادي نسجلو هادشي بالنسبة لو كليون وبالنسبة لو فورنيسور.
داكوغ. الوغ دابا بالنسبة للكليون، حنا قلنا شنو هما الأرقام اللي غيتسجلو، قلنا لو نيت كوميرسيال، قلنا لي سكونت، وقلنا لا ديت ولا لا كريونس ولا التوتال، زعما شكون اللي شنو غادي يخلص، زعما القيمة اللي غتخلص، القيمة اللي غتخلص. هما ثلاثة الحوايج، ثلاثة الحوايج اللي غادي نسجلوهم. واخا بالنسبة للكليون، دابا أنا كليان شريت واحد الحاجة، دونك أشهر مارشونديز، أشهر مارشونديز، أشهر مارشونديز كتنتمي لا كلاس ستة. دونك لا كلاس 6 ملي كطلع، كطلع الحساب، الحساب كيطلع من لو كوتي ديبي، الحساب كيطلع من لو كوتي ديبي. بالنسبة ل ل ل سميتو، بالنسبة لسكونت اللي هو اسكونت اوبتوني، حقاش لو كلي الكليان خداه، دونك استفد منه. اذا اسكونت اوبتوني كاين في ال في لي برودوي فينونسي، دونك في 73 86. اذا كيطلع من لو كوتي كريدي باش كتزاد القيمه ديالو. دابا حنا الى فكرنا بواحد الطريقه واحده اخرى، قلنا مثلا اجي نشوفو توتال ديبي واش كتساوي توتال كريدي. نقصت من قصه الفورنيسور، فورنيسور حتى هو كيطلع من لو كوت، من كيطلع من لو كوتي كريدي، حقاش كي حقاش هو كينتمي لا كلاس 4 ولا كلاس 4 كتطلع من لو كوتي كريدي وكتهبط من لو كوتي ديبي. الوغ لو ريزونمون هنا اللي عندنا شنو هو، هو ان منين جاو الفلوس، الفلوس جاو من شنو، هما الاسباب اللي جاو من الفلوس، الفلوس جاو من جاو من فورنيسور، هادي الاولى بالنسبه للكليان، بيقولوا بالنسبه للفورنيسور، بالنسبه لا ديت باسكو هي مازال دين بس ما خلصناهاش. اذا جا من الدين وجا من لي سكونت اللي هو عطانا، دونك ها جوج. وفين مشى، مشى في لاشا دو مارشوندي، لاشا دو مارشونديز. دابا نرجعوا لك الكلام اللي قلنا، اللي تبغي نقول لك ملاحظه، الا طبقتي هاد فين مشى وفين جا، فين مشى وفين جا، وفين مشى الفلوس، منين جاوا الفلوس وفين مشاو الفلوس، غتلقى بان توتال ديبي اللي عندنا هنا، مثلا هنا اللي عندنا في هاد توتال، هادي ايغال هادي زائد هادي. وديما غادي نلقاو لو ميم، غادي لو ميم، ديما غادي نلقاو لو ميم ريزونمون، توجور توجور غادي نلقاو لو ميم ريزونمون. دونك هنا سي لانفيرسمون، الا كتلاحظوا دابا مثلا بوغ الفورنيسور سي توتالمون لانفيرس، هنا كان هادشي ديبي، هنا ولا كريدي، هنا كان هادشي كريدي، هنا ولا ديبي، هنا كان هادشي كريدي، هنا ولا ديبي. سي لانفيرسمون ان فيت، هادشي هذا هو هذا هو البرينسيپ ديال لابارتي دو، باسكو بحال اللي كتقول سي واحد لو سيستيم اللي كلشي فيه اون دوبل بارتي، داكور. دونك المهم هنا لو ريزونمون حتى هنا باين، منين جاو الفلوس، الفلوس بالنسبه لو كلي لو فورنيسور، انا بعت، دونك جي فوندو دو مارشانديز، فلوس جاو من الكليان وجاو من لي سكونت اللي انا عطيتو، ماشي مين جاو الفلوس، لان كاين اون سوم اللي انا عطيتها ليه، دونك انا عطيتها ليه، وكاين اون سوم اللي عطيتها ليه حتى هي، دونك عطيتو دو سوم، حقاش هذيك بقات حتى هي كريونس، دونك عطيتو دو سوم، هذيك اللي عطيتها، هذيك اللي عطيتها راه تنقصات ما غاديش تحسب ليه بويسكو عطيتها ليه، وهذيك اللي لتحت هذه اللي هي 2257 هذيك راه غادي يخلصها ليا حقاش راه بقى عندي كريونس. دونك والاخر مشات في لو كوتي فون دو مارشانديز. المهم حاولوا غير شي شويه تركزوا في هذه المساله غير في الاول، من بعد غادي يجيكم داك الشيء ساهل. دابا انا كنحاول نشرح بزاف باش تحاولوا تفهموا تقريبا كيفاش تحاولوا، الانسان راه كيحاول بفهمته كامله، غير كيحاول يوصل لواحد الهدف محدد، كيحاول يدير، كيحاول يوصل لواحد الحاجه، ولكن حتى شي حاجه ما كتقدرش تقول من الاول راه 100% غنوصل ليها ولا 100% غنجح فيها، ولا كلشي كيكون على حساب الماء، كلشي كيكون على حساب اولا الخدمه ديالك، ثانيا الثقه ديالك في راسك، ثالثا الفهم ديالك، رابعا لا ميموريزاسيون،
الذاكره ديالك كي دايره، واش كتعقل واش ما كتعقلش، واش مركز، واش عندك شي حاجه اخرى كتلاهيك، المهم شحال من حاجه. دابا هنا، دابا حنا غير كنشوفو، غير نحاولو نتركزو على لي باز ديال لو ريزونمون كونطابل. دكوغ، دابا حنا دوزنا دابا جوج ديال لي زيكزومبل، شرحناهم مزيان في تقريبا 25 مينوت. دابا غنحاول ما نشرحش بزاف هاد الريزونمون، حيت غادي نطول في الفيديو بزاف. بغيت نعطي الامور اللي هي دايره، مع الامور اللي هي جديده مقارنه بالمثال اللي كان قبل. اذا دابا عندنا هنا فينونسيير، اذا درنا هذا. دابا غنشوف لي انجستريمون كونطابل دو فاكتور كومبورتون دي ماجوراسيون. الوغ حنا قلنا دابا لي ماجوراسيون، شنو هي الماجوراسيون؟ هما الزيادات. مثلا زيادات عندنا ضريبه. الوغ الضريبه اولا هي ضريبه غير مباشره كتطبق على المصاريف. مثلا مشيت شريت الحليب، ترى الحليب راه فيه الضريبه، هذيك اللي كيحسب ليا 50 ريال ولا كيحسب ليا 70 ريال، راه محسوبه فيه الضريبه اللي لو كونسوماتور في الفينال كيستهلك، اللي المستهلك هو اللي كيخلص ديك لا تي في الضريبه. الوغ اللي كوليكتي بار لو كوميرسون اي لو كوميرسون فوندور، هو اللي كيجمعها، هو التاجر اللي التاجر اللي كيبيع. هي داخله في الثمن ديال 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 المنتوج بطبيعه الحال. لي طو هما 20 14 10. لا باز دو كالكول هاد بي تي تي سي هي بري تاكس، بري تو تاكس كومبري. نورمالمون كنشوفو بي تي سي زعما المقصود بها هي بري تو تاكس كومبريز، غير بلاص ما نقولو بي تي تي سي كنقولو بي تي سي، بري بري تو كومبري، بري تو كومبري. و دابا هنا كنهضرو على بري توت تاكس كومبريز، توت تاكس كومبري كومبريز. دونك كتعطينا بي اش تي، بي اش تي هو البري اور تاكس بلس لا تاكس، الضريبة، الثمن بلا ضريبة زائد ضريبة كتعطينا الثمن الإجمالي. من بعد هنا كنخرجو لا فورمول باش كتلقى هنا البري أو تاكس. المهم هادي شوية ديال الماط إلى آخره، ماشي مشكل. لا كونتابيليزاسيون ديال الضريبة، دابا الضريبة خصنا نفهمو شي حوايج ديال، ماشي الضريبة يا ربي، غير لا تي في، لا تي في بوحدها، غير لا تفهم ماشي الضريبه. يعني كاين الضريبه، كاين الياس، كاين الياغ الى اخره. دابا حنا كنهضروا على الضريبه، كنهضروا على لا تفيا يا ربي. اذا في لي فونت، لي فونت افيك لا تفيا، الشركه اللي كتبيع كتقيد بانها مثلا فاكتورات على فلان 500 درهم، مثلا فاكتورات عليه 500 درهم ديال التي في، اذا هزاتها انت هزات 500 درهم. واخا دابا حتى ديك شحت انا كشركه مي غادي نمشي نشري شي حاجه بالضريبه بالتي في، مي غادي نمشي نشريها انا بالتي في، غادي نكون خلصت واحد لا تي في، خلصتها. عندنا جوج حالات، اما 500 غادي يكون مثلا شريت شي حاجه وفيها 700 درهم ديال الضريبه، فيها 700 درهم ديال التي في، واذا الدوله اللي خاصها تعطيني 200 درهم، ولا شريت شي حاجه اللي لا تي في فيها 300 درهم وانا خاصني نعطي الفرق ما بين 500 درهم و 300 درهم خاصني نعطيها للدوله. اذا ديك 500 درهم هنا عندنا كنقيدوها في ايطا تي في فاكتوري، هي هادي ايطا تي في فاكتوري. واخا وعندنا ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج، تفهمنا؟ دابا ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج هادي كنحطوها في لو كوتي ديبي. علاش؟ باسكو كما قلنا في الاول كلاس 3 كيطلعوا من لو كوتي ديبي، كلاس 4 اللي هما هادو كيطلعوا في لو كوتي كريدي. داكور، دونك من بعد من مورا المساله هادي الضريبه، خاصنا نديرو بحال اللي غادي نقولو، كيما ما غاديش نديرو هادشي دابا. من بعد دابا كنقول لك غير المعلومه، دابا من بعد كتكون واحد كيما قلنا في الاول واحد المقاربه ما بين
واش خلصت بزاف، واش خلصت بزاف، اذا عندي ريكوبيرابل بزاف، عندي هذا اللي طالع بزاف اللي كبر، ولا العكس، ولا هذا اللي طالع بزاف. واخا المهم الفرق، الفرق غادي تحط هنا، الفرق غادي تحط هنا. الا كان الفاكتوري اللي بزاف غيكون هنا، وهنا غتكون اون ديت، هنا غتسمى اون ديت بالنسبه ليا على حسب الدوله خصني اعطيها ليها. ولا الا كان العكس كتحط هنا وكتكون وغادي كنديكلاري للدوله انني انا خلصت بزاف ديال التي في مقارنه بالتي في اللي جمعت، وهنا الدوله خاصها تعطيني هذيك لا ديفيرونس. واخا دابا دوزو لي غوم لي 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 غومارك. الوغ لي غومارك حنا كان حنا غنشوفو 34 55، عندنا جوج الحوايج في هاد لي تاتي في ريكوبيرابل. من حمي كنشريو الحاجه عندنا جوج النوع، عندنا اما كنشريو مثلا شي حاجه اللي هي ايموبيليزي، مثلا طوموبيل، تيران، شي حاجه اللي كاينه في الكلاس 2، موبيلي، موبيلي دو بيرو الى اخره. المهم راه كاينين في كاينين في في البلان كونطابل كنشريو هادو. لي موبيليزاسيون اللي كاينين تما هي سكا 30 34 55 1، هادي الاولى. وعندنا عاوتاني 34 55 2 بالنسبه لي لا تي في كي ريكوبيرابل سور لي جارج، على المصاريف مثلا. اذا هنا غير نفرقوا ما بين هاد لي دو كونط، ولكن هو لو كونط برينسيبال زعما الرئيسي هو 34 55، زعما في جميع الاحوال الا استعملنا 4 3 و 3 34 55 في واحد التمرين راه ما غاديش يقول لك غلط، ولكن يقدر يقول لك لا خاصك تستعمل زعما شكون فيهم في دوك لي سوب ديفيزيون، شكون في داك لي الاخر، اما ايتا تي في ريكوبيرابل ولا اما ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج. لي دقه كننصحوا ان الواحد يستعمل هذاك بالضبط باش ما يكونش واحد الاختلاط، نخلطوش ما بين هذا وهذا. علاش؟ لان في الامتحان كيكونوا بزاف لي دوني، وكيكون بزاف ديال حتى كريديتي و ديبيتي، وشي يكون كتير وخصك تزرب الى اخره، حتى ما كتعرفش الى ما كتعرفش بالضبط شنو ما كتعرفش بالضبط فين خصك تحط هذه وفين خصك تحط هذه. اذا ما حتى ما ركزتي وما حتى ما كنتي دقيق في الحوايج في الارقام وفي لي كونط، ما حتى ما كتخرج كيكون عندك تكون عندك ليماج واضحه، تكون عندك التصويره واضحه. اذا ندوزو لوجيسترومون دي زاشا افيك لا تي في. الوغ هنا نشوفو الميزه، الميزه عندنا لو 21/4/2006، اونتربريز فرح ادريس ا سون كليون صبري اون فاكتور نيميرو 134 مونطون بروت ميليونيت بون مونطون بروت 2000 درهم رميز 10%. Vraiment, je commence à. Bon. Remise 10%, escompte 1%, TVA 20%. Ah oui. On m'a dit, mais je suis. Escompte 1%, TVA 20%. Il y a la facture. Il y a la facture. Entreprise Farah doit à Sabri. Facture numéro 134, la date le 21/4/2006. La marchandise, prime de la vie, elle fait une drame. Mouah, bien. Marhala, le lèche nous gulna. Il y a le net commercial. المرحلة الثانية شنو هي؟ هي لو نت فينونسيي. والمرحلة الثالثة هي لو مونطون ا بيي. واخا دابا لو نت كوميرسيال كيفاش غنحدوه؟ غنحدوه بالمارشانديز نقصو منها لا غوميز اللي عندنا هنا الفوق، اللي عندنا اون غوميز دو 10%. دونك لا غوميز دو 10% هنا 2000 موان 200 ايت ايغال ا 1800. داكوغ مزيان. دابا باش ندوزو من لو نت كوميرسيال ندوزو لو نت فينونسيي، دونك غنحيدو ليسكونت. D'accord. Donc l'escompte, c'est 1%. C'est 1%. Donc 1800 fois 1%. Ça fait 18 dirhams. Donc 1800, on estime 1782. C'est un net financier. Net financier, je ne comptabilise pas. Maintenant, la TVA.
على باز منحة التيفيا هادي اللي غادي نحطو حنا من من لاباز دانيت فيونسي اللي غنحطو حنا التيفيا هي 1782 زائد مضروبة في 20%، إذا هي 356.4. واخا إذا إلى زدتي 1782 زائد 356.4 هي 2183.4. داكوغ، إذا بالنسبة لهذا المثال والمثال الآخر شنو هو الفرق؟ الفرق هو إيتا تيفيا ريكوبرابل سوغ لي شارج. هو الفرق ما بين هذا المثال والمثال اللي قبل. إذا هذا المثال هذا هنا عندنا 34.55.2 puisque ce sont irrécupérables état de vie récupérable sur les charges donc 356 درهم طلعت في الديبي علاش باسكو الحساب ديالنا الحساب ديالنا لا كريونس ديالنا على الدوله طلعت ب 356 درهم لا نفس الحاجه بالنسبه ل ليتا تي في فاكتوري بالنسبه للفورنيسور خاطر الفورنيسور هو راه باع لك دونك باع لك باع لك شنو باع لك سلعه من باع لك سلعه راه باع لك فيها الضريبه وديك الضريبه راه ماشي ديالو دونك الضريبه كتبقى شنو كتبقى دين عليه اذا دات مي داكشي علاش كاينه في لا 4455 ايتا تي فاكتوري داكور دونك كطلع باش كيطلع بلو كوتي كريدي دونك كنحطو ديك لا سوم في الكريدي ديال الاخر دابا راه ندوزو لي فري دو ترونسبور الوغ كنتمنى ما تكون ما كنش كنجري كنحاول لما ندوز في الحوايج اللي اسونسييل ولكن الا كاينه شي حاجه كتبوها في الكومونتير غادي ندير الممكن باش نعاود نشرح ولا نخرج لها فيديو واحد اخرى الا كانت شي حاجه اللي خاصها توضيح اكثر لي فري دو ترونسبور الوغ لي فري دو ترونسبور لو ترونسبور دي مارشانديز بوتيتر اسوري سوا بار لونتربريز ال ميم au moyen du matériel qu'elle possède. Exemple, camion, voiture, soit par des tiers, transporteurs, par exemple, 7e, SF, etc. Dans le premier cas, lors que l'entreprise assure elle-même le transport des marchandises, elle dispose d'un matériel spécialisé. D'accord ? Sur le plan comptable, il a prévu le compte 2440, matériel transport pour enregistrer l'entrée des matériels dans l'entreprise. Et nous avons un compte qui s'appelle 2340. 2340, li kanhatou fih le qima dial dial siyarat oula dial l'alat matériel transport. D'accord ? Les frais qui découlent de l'exploitation de ce matériel sont enregistrés en compte concerné. Adna matalan matériel transport qui s'appelle l'essence. L'essence est comme si on a le compte les smithos achat de combustible. La classe 6, si il a marlotch, achat de matière, fourniture consommable, achat de combustible. Maintenant, les dépenses d'entretien. Donc, les dépenses d'entretien. Kainin autre charge externe. Oui, d'accord. Oui. C'est la prime d'assurance. Kainin prime d'assurance. Autre charge externe. Dans le deuxième cas, lorsque ce transport est assuré par les tiers, les frais de transport sont supportés suivant le contrat de vente par le vendeur ou par l'acheteur. Il a fait le halat tani, kan masarif dial le transport. Mkellef bihom. مكلف بهم اما البيع اما اللي كيبيع اما اللي كيشري المهم كاين مجموعه الحالات اللي كاينين اولا عندنا لو بور فرانكو مي كنقولوا لو بور فرانكو ولا قلنا فرانكو دو بور هي يعني ان ما عندناش الكليان ما غاديش يخلص مصاريف ترونسبور صافي ما غايخلصش بور فرانكو ولا العكس فرانكو دو بور يعني فرانكو غادي تخلص لو بور فورفيتير لا ليفريزون دي مارشانديز ات افيكتوي بار لو فوندور افيك سي بروبر موايان يل فاكتور alors un montant forfaitaire car il est difficile de calculer avec précision le coût de chaque livraison هنا كنقولو بور فورفيتير الا مثلا كنهضروا مثلا على مثلا توزيع الحليب صعيب باش تقيم بالضبط تعطي واحد القيمه
بالضبط ديال القيمة ديال الترونسبور، بالضبط مثلا لأن الكاميو خرج بالحليب، فيه مثلا جوج ناس ولا ثلاثة الناس، فيه الآخر، فيه السلعة، صعيب تقسم وكيدوز على شحال من حانوت، إذا صعيب تعطي واحد القيمة اللي هي يعني قريبة للواقع، إذا كتعطي واحد القيمة تقديرية إلا نقدروا نقولوا هكا. دونك لونتربريز فراح ادريسي سون كليون فاكتور سويفونت. هنا هو الشركة غادي بما ان هي اللي تكلفات بالترونسبور غادي دير الضريبة ديال 20%. واخا اذا شوفوا الحوايج هنا اللي عندنا جداد، الحوايج اللي عندنا جداد شنو هما اشات ترونسبور سور اشا و فونت اي برودوي اكسسوار. الى قلبتو فونت اي برودوي اكسسوار غادي تلقى واحد لو كونت مكلف سبيسيالمون بالترونسبور، زعما الداخل هو ليكم دونك 27 فونت دو برودوي اكسسوار. عندنا لو ديرني عندنا في لا 5ème بوزيسيون عندنا ان 6 دونك بور اي فري اكسسوار فاكتوري. داكور هاد الحساب اللي غنحطو فيه حنا ديك 200 درهم، واخا عندنا ترونسبور سور اشا اللي ديبيتي اساسا طلعت القيمه ديالها ب 200 درهم. هذا هو الفرق اللي كاين هنا، بويسكو هاد القيمه طلعت 200 درهم وهاد القيمه حتى هنا طلعت 200 درهم. دونك في لي دو كونت، في لي دو كونت لهذا ولا هذا طلعت 200 درهم. مي لا ديفيرونس الاساسيه هنا ما كاينش، نيا با ديفيرونس. لا مارشانديز ديالنا درناها، روميز كاينه، نت كوميرسيال كدرناه، بور فورفيتير هو الحاجه اللي زايده هنا عندنا بارابور المثال اللي فات. داكوغ دابا دوزو للرمارك. الرمارك لي فري ترونسبور سور اشا سون دي شارج اكسترن كونتابيليزي دون لو كونت ترونسبور سور اشا. لو فوندور فورنيسور لو ترونسبور فاكتوري constitue un produit d'exploitation comptabilisé au crédit du compte 7127. هذا الشيء اللي قلنا دابا حنا عطينا بالضبط الاخر الرقم ديال الحساب. دابا حنا درنا جوج حالات. الحاله الاولى انه بور فرانكو ولا فرانكو دو بور، اذا الكليان ما غاديش يخلص والو، يعني بحال كتقول جبتيها ليه غراتويتمون فابور. الحاجه الثانيه هي عندنا هي قلنا ان انت اللي درتي لي ترونسبور وزدتي هذيك القيمه ديال الترونسبور، زدتيها واحد القيمه اللي تقريبيه وزدتيها. مثلا دابا ندوزو لو بور دي بورسي. الوغ لي بور دي بورسي شنو هو انك عيطتي شي واحد قلتي ليه اجي هز واحد السلعه صيفطها ليا لفلان، جا ترونسبورتور من شركه واحده اخرى، جا ترونسبورتور هزها مشى داها ليه، ترونسبورتور رجع عندك خلصتيه، من تخلصتيه ترونسبورتور مشى فحالو. من بعد شنو بقى انك داك القيمة ديال المال اللي خلصتي انت للترونسبورتور خاصك تفاكتوريها على، خاصك تعطيها، خاص الاخر اللي خلصها ماشي تعطيها، تعطي لها فاكتور، خاصك انت اللي تزيدها في الفاكتور ديالك، تزيدها في الفاكتور ديالك باش هو يخلصها، باش هو يخلص الطوطال، هو يخلص السلعة اللي توصل بها ويخلص الترونسبور. هذا هو كنسميو لو بور دي بورسي. دابا نجي نشوف واحد ليكزومبل. Exemple, l'entreprise Farah a recours au service d'un transporteur pour effectuer ses livraisons. Le 24-2006, l'entreprise Farah a fait appel à un transporteur pour livrer des marchandises à son casse, son client Sabri. Le transporteur envoie la facture suivante, la facture ci-dessous. Alors, à dire la facture, le CFTA, le transporteur le mène. L'entreprise, Sherika, Iden, c'est le transporteur, Ndo, la tête de l'Hsab. عندو فونت دو سيرفيس برودوي او ماروك، حقاش دابا هو ما كنتش المنتوجات، كينتج دي سيرفيس. عندنا عندو الكونت الثاني، كونت هو كليان، لان مازال ما تخلص،
وعنده ايتا تي في فاكتوري، لقاش فاكتوره واحد ال... واحد ال... واحد ال... واحد الخدمه، اذا خاصو يفاكتوريها باش كيما 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 داكشي اللي قلنا في المره اللي قبل، زعما هذه واحد ملي كنا كنهضروا على تي في، خاصو يفاكتوريها على واحد باش هو يهزها من بعد هو يعاود يعطيها للدوله في هذه المقاربه. اذا عندنا مارش تروس بور دو مارشانديز 100 درهم، اي تي في 14%، ولي نيتا بيي هو لو تا بيي هو 114 درهم. بالنسبه لونتربريز فرح عندنا هنا، هنا راه هنا نرقصوا شي شويه، عندنا ترونسبور سور فونت. الوغ ترونسبور سور فونت الى مشيتي للبلان كونطابل غتلقى 6142 عندنا هنا جميع انواع ديال الترونسبور. عندنا ترونسبور دو بيرسونيل، عندنا ترونسبور سور اشا، عندنا ترونسبور سور فونت، وعندنا اوتر ترونسبور. في هذه الحاله دابا هذه ديالنا حنا ترونسبور سور فونت، درنا واحد لا شارج اللي سميتها ترونسبور سور فونت، لان بعنا الكليان، بعنا واحد الكليان واحد السلعه وخلصنا حنا ترونسبورتور. اذن ترونسبور سور فونت، واخا دابا اتفقنا على هذه القضيه هذه، لقيت ديك القيمه غادي تطلع من لو كوتي دي بي باسكو سي نورمالمون كلاس 6. واخا فورنيسور غادي تطلع من لو كوتي كريدي، علاش؟ حيتاش سي اون ديت، اون كونستاتي اون ديت بالنسبه لمن، بالنسبه شكون هاد الفورنيسور؟ الفورنيسور هو الفورنيسور ديالنا ديال ترونسبور، واخا و غادي نفاكتوريو، غادي اون فا كونستاتي عاوتاني بان درنا لا تي في اون تي في اللي هي القيمه ديالها 14 درهم، وداك الحساب غادي يطلع ب 14 درهم داكوغ، ونورمالمون غادي يطلع من لو كوتي دي بي، حقاش كينتمي لا كلاس 4 لا كلاس 3. دونك دابا ندوزو، اذا دابا غادي ندوزو ليكزامبل، غادي دابا ندوزو المرحله الاولى. قلنا دابا المرحله الاولى هو انا جا للترونسبورتور وهز السلعه وجا عندك وعطاك لا فاكتور، داكوغ. دابا ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه شنو هي؟ هي انك انت كتستنتج بالنسبه لك انت وبالنسبه للكليان ديالك، كتقول كتحط كتستنتج لا فاكتور، كتحط لا فاكتور ديالك، غادي تزيد فيها الترونسبور اللي انت خلصتيه، وخاصك في نفس الوقت تانولي هذاك الشيء اللي قيدتي في الاول، لان دابا في الاول فاش هو عطاك لا فاكتور للترونسبورتور قيدتي بانك خلصتي لا شارج ديال الترونسبور وخلصتي الضريبه، وخلصتي واحد القيمه ديال الضريبه، لانك قيدتي عندك بان عندك ايتا تي في ريكوبيرابل، وعندك لا تي في، عندك تي في ريكوبيرابل، وعندك ترونسبور سور فونت. منين انت غتعطي الفاكتور ديالك وديال السلعه وديال الترونسبور للكليان باش يخلصها، خاصك تانولي ترونسبور، وخاصك تانولي الضريبه، لانهم دابا كلهم هذوك الجوج غادي يوليو في هذاك الوقت في هذاك النهار غادي يوليو كاملين محسوبين، زعما كاملين غادي يوليو داخلين في فاكتوره واحده اخرى. اذا هذيك خاصها تانولا، داك الارقام اللي قدام خاصهم يتانولاو باش يوليو كلشي في فاكتوره واحده اخرى، زعما في حساب واحد اخر. دابا اجي نشوفو هادشي اللي قلناه بعدا. دابا اذا غادي نشوفو بالنسبه للفورنيسور اللي هو حنا اللي هو لونتربريز فرح. دابا لا فاكتور هي هذه، فيها المارشانديز، فيها الغوميز، ما فيها والو، هادشي مزيان. نت كوميرسيال ماشي مشكل، لي سكونت ماشي مشكل، نت فينونسيي ماشي مشكل، اساسا ما كنحطوش لي تا تي في فاكتوري ريكوبيرابل كنحطوها. سميتو من بعد كندوزو هذاك بي تي تي سي، هو البري توتال تو تاكس كومبريز. من بعد عندنا كنزيدو بور دي بورسي، وكنزيدو
la facture كنزيدو فيها تفيا ديال بور ديبورسي اللي خلصنا دونك هذوك جوج الحوايج اللي خلصناهم وعندنا النيت ابي النيت ابي اللي زعما الكليان خاصو يخلص اجي نشوفو بالنسبه للفورنيسور فورنيسور شنو حط 1800 في الفونت دو فونت دو مارشانديز هي هذيك ديما كتبقى في الكريدي اسكونت هي هذيك ايتا تفيا ريكوبيرابل سور لي شارج في الاول اللي عقلتو كانت عندنا في الديبي دابا خصنا نانيليوها اذا هذه خاصها تانيول ها هي داكشي في الاول كانت هنا دابا ولات هنا اذا تانيولات من بعد شنو خصنا انانيوليو خصنا انانيوليو لا سوم ديالاش لا سوم ديال اللي قلنا حنا قلنا لا فونت دو ترونسبور هاد 100 درهم هذه حتى خاصها تانيول ها هي تانيولات لان كانت هنا هي كانت في الديبي ها هي في الاول كانت في الديبي ها هي دابا ولات في الكريدي اذا تانيولات ما بقاتش لان 14 ولات صفر كتجي دير السولد ناقص صفر 100 كتجي دير ناقص ما بيناتهم كتولي صفر واخا اذا نرجع عندنا هذه قيدناها عندنا هذا هذه شنو كتسمى هذه بالنسبه للكليان كتسمى ايتا تي في ا فاكتوري لان هي تفاكتورات واخا دونك هي تفاكتورات دونك هذيك هي لا سوم ديالها هذيك لا سوم ديال ديال السلعة واخا لأن هو حسب عليه الآخر حسب عليه الترونسبور حسب عليه الترونسبور إذا الفاكتوري هذا فاكتورة 356 وهذا حتى هو فاكتورة 14 إذن إلا جمعنا هاد الجوج 356 و 14 هي 370 هادشي اللي غادي نلقاو هنا لأن هاد صبري والترونسبورتور ما عندهم حتى شي علاقة بيناتهم غير هو خصنا نيفيتيو الدوبل باش هو هذا يفاكتوري شي حاجة ديال الآخر ولكن الآخر غيخلص بحال اللي قلتي ليه خلص هانتا راه أنا غادي نعطيك 114 درهم ديالك صافي بحال هكا دونك سي هذا هو لو بور ديبورسي دونك عندنا لو كليون لي اون ا كونستاتي بان عنده اون كريونس على خصو يعطينا 2252.4 درهم وحطيناها في الديبي دونك اذا هو خصو يعطينا لو ايتا تي في فاكتوري يعني حد هي نورمال ما كاين حتى شي مشكل ترانسبور سور فونت نورمال كي شرحناها يا بعدا دابا ندوزو لكليون صبري كليون صبري هادي حطها هادي ها هي نورمال فيها حتى شي حاجه هادي هي ايتا تي فيا تي فيا ديال تي فيا ديال 20% زائد 14 درهم زائد 14 درهم اذا بجوج عنده هو ريكوبيرابل حقاش قال لي خلص انت خلص انا راه غادي نريكوبيري انا راه غادي نريكوبيري من بعد في ديك لا فاكتور دونك عندنا هنا ترونسبور سور اشا اللي هي ديبيتي حقاش هنا عندنا ها هي 14 وعندنا هذه دونك ملي كتجي تشوف هادو انولاو هادو انتربريز فرح الفورنيسور الى انولي هذا وانولي هذا وهذا حتى هو الى كونستاتي بان هذه لانه بالنسبه ليه شرا اذا هو كونستاتا هذه وزاد هذه 14 درهم على 356 اذا كونستاتا حتى هو هذيك داكوغ وعندو الفورنيسور ومن بعد كونستاتا بان عنده اون ديت خاصو يعطيها الفورنيسور اللي هي 2252.4 داكوغ دونك لي رمارك لو فورنيسور انرجستر دون سون جورنال لو بور بايي او ترانسبورتور اي لا تي في ا دو 14% دونك لو فورنيسور انرجستر دون سون جورنال لو بور بايي او ترانسبورتور اي لا تي في ا دو 14%
سجل الفورنيسور سجل بانه سجل في الجورنال ديالو بانه خلص الترونسبور وخلص لا تيفيا ديال 14%. منين الكليون منين كنحطو اون فورنيسور بالنسبه للكليون كنسجلوا ليه في لوبيراسيون دو فونت كنسجلوا لوبيراسيون دو فونت ou qu'on annule le port, ou annule le transport ou la TVA, les factures ou le client. D'accord? Lorsqu'il établit la facture adressée au client, d'accord? Il enregistre l'opération de vente. D'accord? Et annule le port et la TVA qu'il a facturé au client. D'accord? Donc, maintenant, مفاهمين دابا هادو هادي مساله خاصها شويه ديال التركيز باش تكون واضحه. هذا المثال هذا خاصو شويه ديال التركيز باش يكون عنده باش يكون واضح. اما الا جينا نشوفو بصفه عامه يعني مسائل هي مسائل فيها شويه ديال التركيز شويه ديال العقل شويه ديال الريزونمون صافي. دابا ندوزو للفاكتور افوار. alors les factures à voir portent sur un retour de marchandise. كيفاش retour de marchandise؟ زعما انت رديتي لي سلعه ما عجبتكش كاليتي ماشي هي هذيك ناقصه ولا مهرسه ولا فيها شي ايرور ولا ماشي هي هذيك. المهم alors الفاكتور شوفوا الفاكتور افوار يعني عندنا ثلاثه الحالات. Retour facture à voir portant sur un retour de marchandise radi une facture à voir elle a wahda ratlak sla radi tata une facture à voir elle a une réduction commerciale ou la ratata une facture à voir à la qbel une réduction commerciale une réduction financière. D'accord, on choufou koul hala fihom beddebt yani Allah yebqa li chouya d lwaqt. دونك زيدوا واحد لي مينوت 10 دقائق نحاولوا نكملوا هاد لي 3 بوين. على ريسبسيون دي مارشانديز خصنا نفهموا بان رجعت السلعه واخا. على ريسبسيون دي مارشانديز اشتي لونتربريز فرح فاكتور 1534 صبري ا كونستاتي كون لو دو مارشانديز بور ان مونطون بروت دو 2000 درهم ني با كونفورم ا لا دوموند. كوموندا واحد السلعه كوموند واحد السلعه وهذيك السلعه جات فيه غير 1000 درهم اللي ماشي هي هذيك القيمه ديال داكشي ماشي هو هذاك ماشي داكشي اللي طلب 1000 درهم. اذا حنا دابا غادي نديرو الحاله ديال ان غنردو ليه السلعه وهذاك الشيء اللي غنردو ليه غنقصوه من المبيعات ديالنا وهو خاصو نقصو من المشتريات ديالو. Donc, le retourne à son fournisseur. Frais port payés par ce dernier au moment de la réception des marchandises retournées. Donc, le port. Donc, le 22/4/2006, l'entreprise Farah adresse à son client une facture à voir suivante. Donc, facture à voir fait avec le prix de 1000 dirhams. Je vais faire 20% de la remise. هادشي اللي كاين في لا فاكتور نيميرو 134 هاي 134 هاي 134 كاينه 10% ديال الغوميز وكاينه 1% ديال ليسكونت والتفايع 20%. اذا ليسكونت 1% التفايع 20%. اذا هو هادشي هاد الكالكول اللي كنعيطو له كالكول اون كاسكاد 1000 ناقص 100 900 في 1% 9 دراهم هي 891 زيد عليها التفايا ديال 891 هي 178.2. هذا الرقم هذا هما اللي خاصنا نقصوه. اذا خاصك تنقصو ب اللي كنقولوا بالعكس داكشي اللي عادك داكشي اللي عاده بلس في الريزونمون عندنا اشار دو مارشانديز 6111 ديما كتطلع في الكوتي ديبي كتزاد القيمه ديال داك الحساب كتزاد من لو كوتي ديبي.
دابا خصنا نقصوا، اذا خصنا نحطوا ديك 800 درهم اللي هي كاينه في نت كوميرسيال، ها هي غنحطوها من تما، غنحطوها تما. واخا دابا عندنا لي سكونت اوبتوني، لي سكونت اوبتوني نورمالمون كنحطوها فين؟ كنحطوها في لو كونت كريدي. علاش؟ باسكو هذاك لو كونت كينتمي لا كلاس 7 7386، اذا كيطلع من لو كونت كريدي وكيهبط من لو كونت ديبي، اذا غيهبط تما القيمه، غتهبط تما القيمه. داكشي حنا بغينا ديك القيمه نهبطوها لانها رجعت ليه السلعه، رجعت ليه السلعه، دونك تانولات هذيك لي سكونت اللي حنا خديناها، دونك تانولات. داكور، هذه مساله لو، هذه مساله فورنيسور. فورنيسور قلنا كيطلع من لو كوتي كريدي، علاش؟ باسكو كينتمي لا كلاس 4. داكور، دونك لا ديت هنا ماشي غتطلع ولكن غتهبط، غادي غتهبط. حقاش غنحيدو 1000 درهم و 69 درهم فاصله جوج، غنحيدوهم، ما غاديش يخلصهم، غادي يخلص لا ديفيرونس ما بين كريدي موان ديبي. داكور، دابا ندوزو اتا ديفي ريكوبرابل سور لي شارج. اتا ديفي ريكوبرابل سور لي شارج ناتورالمون راه كيتزاد من لو كوتي ديبي، دابا حنا خاصو يتنقص. دونك في هاد الحاله هادي ديال غوتور دو مارشانديز كنقصو، بمعنى كنقلبو كلشي، كنقلبوه كنانوليوه، كنانوليوه بدوك لي سوم على حسب هذوك لي بروبورسيون، على حسب هذوك القيم اللي هما عطاونا. دابا ندوزو لا رومارك، اون فاكتور دافوار اون رولاسيون افيك اون فاكتور دو دو تونير كونت دي كونديسيون انيسيال دو سيت فاكتور. داكشي علاش كنمشيو نشوفو ديما شحال كاينه، كاين تما 5%، كاين تما 1% ديال الغابي، كاين تما. دونك كنركزو في هادشي. دابا نشوفو facture portant sur une réduction commerciale. Alors, pour garder de bonnes relations avec son client, le client Sabri, l'entreprise Farah décide de lui accorder un rabais supplémentaire sur de 10% sur le net commercial des marchandises conservées. Facture 134. Sabri ne rejette pas cela. Mais قلنا ليه غادي نعطيوك، غادي نديرو معاك واحد ان جيست كوميرسيال، نقصو لك شويه وغتخلي عندك السلعه بلاصه ما تردها لينا حنا، بلاصه ما تردها لينا خليها عندك وحنا غادي نقصو لك واحد شويه. دونك كنسميوها ان جيست كوميرسيال. دونك غادي نقصو ليه شنو؟ اون فا ديسيد دو لوي اكوردي ان رابي سوبليمونتير دو 10%. Donc, un rabais supplémentaire de 10% sur le net commercial. D'accord? Donc, on a un chouffou genou, un chouffou le rabais. Alors, déjà, il y a un chouffou le rabais. Il y a sur les factures d'oie. On a touché le rabais ou le remise au restaurant. On a touché la facture à voir. On a d'abord dit un chouffou. Il y a un chouffou la facture à voir. Je nous casse la facture. Je nous casse la facture. Casse bien. Rabais de 5% sur le montant net des marchandises conservées. Alors, 1800 naqis 1800 dirhams naqis 900 dirhams. D'accord ? Fois 10%. 10% de rabais. Donc, 10% de rabais. Il y a les hiyidou halina min l'qima diel. Min l'qima diel. Min l'qima diel. Diel l'akhor. Diel. ديال داكشي اللي شرينا من عندهم. حيدو 90 درهم وحيدو لينا ولي سكونت على هذيك الاخر هي 1%، اذا ناقص 0.9، اذا 89.1، ونزيدو عليها الضريبه هي 17.82، اذا 106.92. واخا دابا هنا شنو الحوايج اللي هنا حطو هادي غنفسروها تو سويت. حطو هادي اسكونت اوبتوني نورمالمون في كتكون لي سكونت اوبتوني هي شي حاجه نقصوها، شي حاجه نقصوها من نقصوها لاخر، ولكن هو سان بينيفيس بالنسبه لينا. داكشي علاش زدناها دابا هنا، هنا زدناها. عندنا l'état TVA récupérable. On a 20%. 20%
état des verres récupérables normalement, la facture l'oula شنو كانت هنا هاد القيمة هادي كانت هنا قيمة كبيرة. إلى رجعنا لديك لا فاكتور اللي هي 134 134 شحال كانت هنا في الإيتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج 134 370.4 اللي كانت 370.4. إذا دابا هنا نص تقريبا نص هنا نص. علاش حطينا هذاك ديك لاصوم؟ علاش حطيناها تما؟ حقاش دابا هما نقصوا لينا من تحييدات منا تحييدات من 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 القيمه ديال لا تي في. اذا هذيك ما غاديش تبقى ريكوبيرابل، ما بقاتش ريكوبيرابل. اذا خاصنا نحيدوها بما ان هما عطاونا يا ماشي هادي فوالا بور سا كو جو مي ديزاي سي با سا. دونك 17 درهم، نعاود 17 درهم فصيله 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 82 حيدوها لينا من حيدوها لينا من 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 لي ايتا تي في ريكوبيرابل سور لي شارج. سي بور سا كون انول كون فا انولي سولمون la somme اللي دارت الشونجمون، la somme اللي اثرات على الاخر هي 17 درهم فاصلة 82 في الضريبة. اذا كل حاجة غنشدوها بوحدها. الوغ دابا نشوفو القيمة ديال نيت افواغ كريدي. نيت افواغ نيت افوتر كريدي هو 1100 106.92. هاد 106.92 نورمالمون شنو؟ نورمالمون كانت عندنا كان الدين و واش نقص ولا تزاد؟ نقص. اذا نقص بالقيمه ديال شحال؟ نقص القيمه ب 106.92. اذا الى نقص فين خاصنا نحطوه؟ في داك لوكو، في داك الدين خاصنا نحطوه في لوكوتي ديبي ولا في لوكوتي كريدي؟ خاصنا نحطوه في لوكوتي ديبي. علاش؟ حقاش في لوكوتي كريدي كيطلع في لوكوتي ديبي كيهبط. اذا خاصنا نحطوه في لوكوتي ديبي. داكوغ لو كون لي سكونت اوبتوني، حنا دابا استفدنا بواحد لي سكونت واحد اخر، استفدنا منه. داكو دونك ici nous avons une petite erreur. هاد لا سوم هادي هنا. Pourquoi? Alors, on a un rabais. Bien maintenant, nous avons 90 درهم. Floul, quand nous avons l'escompte, elle a une somme comme là. Elle a une somme. Elle dit que la somme, d'abord, je ne sais pas si elle a une somme. La somme est une somme. Idem, il a une somme. Le pourcentage de 1% est une somme. بورسونتاج ديال 1% اللي كان في الاول حتى هو غادي ينقص. اذا دابا خاصنا انوليو هذاك الشيء اللي نقص. صافي. اذا لي سكونت اوبتوني نورمالمون كيتزاد من هاد الجهه. دابا غادي نقصوه هذيك 1% نقصوها من هنا. حقاش حنا شدينا دابا هاد لا سوم هادي كامله؟ هاد لا سوم هادي في الفاكتور افوار لو ريزونمون ديالها ماشي بحال لو ريزونمون ديال الفاكتور دو. فاكتور دوا هو خاصو يخلص. فاكتور افوار انت اللي خاصك تخلص. دابا هادي خاصها انت اللي تخلصها، انت لو فورنيسور، انت اللي خاصك تخلصها. دابا هنا هو اللي غادي تنقص ليه من لي سكونت اوبتوني. داكوغ. وهنا الريزونمون دابا ديال هادي ديال هاد 90 هادي سي كوا؟ سي كو عندنا 611 هو اشا دو مارشانديز. D'accord. Donc achat de marchandises. Non, on a débité avec la rubrique Kamla, on l'a débité de la somme de 1800, si je me rappelle. 134. Yeah. Donc, on l'a débité ici, voilà, on l'a débité de 1800. Donc débité na 1800. D'abord 1800, d'abord hadi. خاصنا نحيدو من هذيك لابار، نحيدو هذيك لابار ديال شنو هي؟
ديال داك المزيان اللي داروا معانا حنا، داروا معانا واحد المزيان القيمة ديالو 90 درهم، فهمتي؟ دونك داك 90 درهم حيدناه، حنا خاصنا نحيدو، حنا حيدناه من هنا. دونك حيدناه فين غنحط، منين غنحط، منين غنحيدو؟ غنحيدوه من العكس ديال لو كوتي ديبيت، غنحيدوه من لو كوتي كريدي. نفس لو غيزونمون عندنا في بالنسبة للفورنيسور، الفورنيسور حتى هو رابي رميز ريستورن اكوردي باغ لونتربريز، داكوغ؟ حتى هو باش يحيد هو في لا كونتابيليتي، في لا كونتابيليتي ديالو يحيد هذيك القيمة ديال 90 درهم اللي ما تباعتش واللي تنقصات من البيع، هي 90 درهم، اذا خاصو يحطها في لو كوتي ديبي، ما يحطهاش في لو كوتي كريدي. دابا لي سكونت اكوردي، لي سكونت اكوردي نورمالمون سي اون شارج. دونك فاش انت كتكونستاتي، كتكونستاتي بانك عطيتي فلوس، كتحطها في لو كوتي، كتحطها في لي سكونت، كتحطها في لو كوتي ديبي. دابا حنا اون ريكوبيري شويه من داك لي، من داك لي سكونت. علاش؟ باسكو القيمه، القيمه 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 ديال، القيمه ديال، القيمه ديال لا فونت نقصات، اش عطاونا هما واحد غابي سوبليمونتير. اذا القيمه لا باز امبوزابل نقصات، بحال اللي كنقولوا لا باز امبوزابل، زعما القيمه اللي غنحسبوا عليها نقصات. اذا حنا رجعنا من ديك لي سكونت، من ديك لي سكونت اللي عطينا قبل، اللي هي القيمه ديالها هي 18، هي 18. ردينا منها 0.9، حيتاش هي اللي غولاتيف، اللي كترجع غولاتيف ل 90 درهم. واخا الكريونس بيان سور حتى هي غتنقص، حيتاش حنا عطيناها واحد الغابي سوبليمونتير. لا فاكتور ايت ديفا فاكتوري حتى هي غتنقص بالقيمه ديال لا تي في ATVية ديال هاد لا فاكتور افوار، داكوغ؟ دونك الوغ لا رومارك اللي قلنا، اللي كنا في الاول، غابي روميز ريستورن اكوردي بار لونتربريز لو سول ديبيتور دو سو كونت فياندرا اون ديمينيسيون دي فونت، داكوغ؟ دونك فاش نتا هنا كتحط القيمة ديال هنا في هادي، في هاد لو كونت هذا، كتنقص القيمة ديال المبيعات، اي اون ديمينيسيون دي فونت. فهاد لو كونت هذا 61.19، في 61.19 منين كتحط هنا كتنقص من القيمه ديال المشتريات. واخا دابا نتمنوا من عند الله تكونوا فهمتوا هاد المبدا. حاجه اخرى نسيتها هنا، الى جدي التوتال ديال هادي زائد هادي، كتلقاه، كتلقاو هي هادي زائد هادي، اي لا ميم شوز ايسي، هادي زائد هادي هي هادي زائد هادي، داكوغ؟ المهم نتمنى من عند الله تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا. حاولت بقدر الامكان نشرح بالزربه، حقاش الكونتابيليتي كتاخد الوقت، كتاخد التركيز. دابا وصلنا لدقيقه و 13 دقيقه. لاحظتوا حتى انا شويه بين فيا شويه ديال التعب، حقاش لا كونسونطراسيون، حقاش الهضره ولا اخر كتحتاج الكونسونطراسيون بزاف. المهم نتمنوا من عند الله تكونوا فهمتوا، ونكملوا ان شاء الله في درس واحد اخر ان شاء الله، ندوزوا لي زومباراج ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ خليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.